أكدت دراسة حديثة صادرة عن جامعة الملك سعود أن الذكور أكثر عرضة للاكتئاب من الإناث، وأن اللي يعيشون داخل مدينة الرياض أكثر عرضة للاكتئاب من اللي يسكنون خارجها. تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تتناول ظاهرة أخذت تتنامى وتعرض لها شريحة واسعة ومهمة من المجتمع، اللي هم الطلاب والطالبات في الجامعات من الجنسين. تفاصيل في تقرير زميلنا أيمن الزهراني، نشوف. بدت دراسة حديثة أن الرياض مدينة تزيد الاكتئاب والذكور أكثر عرضة للإصابة. هذه الدراسة قام بها ناصر الملطب من جامعة الملك سعود، ونال بها درجة الماجستير بهدف الوقوف على معدلات انتشار الاكتئاب بين طلاب الجامعة وعلاقة ذلك ببعض العوامل الديمغرافية. زحمة الشوارع، ما في أماكن متوفرة للشباب، تفرغ نشاطاتهم والأشياء زي كذا. بس أحس الرياض حلوة، يعني حبيتها، مش كئيبة وفيها أشياء حلوة كثيرة، يعني يقدر الواحد إنه يقضي وقته فيها، يعني مختلفة، يعني المجمعات حقتها يعني فيها متطورة، والجامعات حقتها كبيرة فيها التخصصات كلها. يعني الباحث استخدم في دراسته منهج المسح الاجتماعي بالعينة الذي يعد من أنسب المناهج لمثل هذه الدراسة، حيث أخذ الباحث بشكل عشوائي عينة احتمالية عنقودية مكونة من 160 طالباً وطالبة من طلاب البكالوريوس. وأكدت الدراسة وجود دلالة إحصائية بين الاكتئاب ومكان إقامة الأسرة داخل مدينة الرياض، حيث تبين أن من لديه أسرة داخل مدينة الرياض أكثر عرضة للاكتئاب من الذين تسكن أسرهم خارجها. أعتقد الرياض فيها كآبة، لأنه مدينة ضخمة، يعني مدينة بزنس، الشوارع وزحمتها، ما في ذاك الأماكن الترفيهية، أتكلم بشكل منظم مكان ترفيهي، لكن ما ودنا نظلمها زيادة، يعني هي كئيبة مثلها مثل كثير من نفس أحجامها المدن، فيها كآبة. أغلب يعني الأماكن الترفيهية أماكن خاصة، استراحات، تجمعات عائلية، شباب، هذا اللي موجود فيها. أما أماكن ترفيه للببليك كذا ما في شيء، ما أعتقد إنه في شيء. بأن الرياض بالعكس مدينة عملية، وبالنسبة لي أنا أنها تكون مرتاحة فيها ومش كئيبة. الرياض كئيبة، إي نعم، لأنه ما فيها أماكن ترفيه بكثرة وما فيها فعاليات كثيرة. الكثير من النتائج في هذه الدراسة تقودنا لسؤال: كيف يمكننا معالجة ذلك الاكتئاب؟ لبرنامج الراصد أيمن الزهراني. ينضم لنا هاتفيا من الرياض صاحب الدراسة الباحث بجامعة الملك سعود ناصر المطلب. أهلا أستاذ ناصر. أهلا وسهلا، حياك الله. كيف وصلت لنتائج هذه الدراسة يا دكتور؟ لا توك ما أخذت دكتوراه، صح؟ آسف. ماجستير طال عمرك. طيب، يعني أنت أخذت الماجستير، أنت أخذت الماجستير على كعبة الرياض، صح؟ ماجستير إن شاء الله دكتوراه لاحقا بإذن الله. أي بس أنا أتكلم ماجستير أخذتها على كعبة الرياض ولا لا؟ هنا. إن شاء الله تأخذ الدكتوراه على سعادة الرياض. الله يرضى عليك. في البداية أحب أمسي عليك أخوي منصور، على الأخوة المتلقين والأخوة في القناة، مع كامل الشكر على الاهتمام فيما يخص المواضيع الاجتماعية. تسلم. كيف وصلت للنتائج؟ الله يرضى عليك. أحب أوضح لك نقطة مهمة بس. الله يرضى عليك. اللي هي أن الدراسة جريت على عين عشوائية من طلاب طالبات البكالوريوس بجامعة الملك سعود. إيه. حيث أن هذه الدراسة تخصهم فقط، ولكن وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي أسقطوها على مدينة الرياض بشكل عام. إيه؟ لا أعلم، مما لجذب القارئ أو المستمع أو المشاهد. يعني طلاب جامعة الملك سعود هم اللي مكتئبين الحين، ما عندهم مدينة الرياض؟ لا، مجرد أنها دراسة تناولت أحد الفروض. إيه؟ ألا وهي أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكتاب وإقامة أسرة الطالب في الرياض من عدمه. أيوة. أي نعم. طلع اللي 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 أهلهم موجودين، شلون هم اللي مبسوطين ولا لا؟ نعم، صار طبعا في صالح
اللي أهلهم مقيمين في الرياض أيه؟ لديهم اكتئاب أكثر من غيرهم. شلون يعني الحين العزابي هو المبسوط واللي أهله موجودين هو اللي قاعد يعاني؟ والله هذه الدلائل الإحصائية اللي توصلنا لها أيه؟ أن الأسرة المقيمة أن طالب اللي أسرته مقيمة في مدينة الرياض أكثر اكتئاب من غيره. أها. بس أينا. بس أنا مستغرب دائما اللي يكونون عزاب في الرياض فرضا يكون عندهم معاناة سواء في الأكل ولا في الشرب ولا في المغاسل ولا يعني هذه كلها مشاكل تكون مرتبطة ببعض تخلي الواحد يكتئب. أما اللي أهله موجودين قاعد يفتك من هالمعاناة كاملة. فعلا لكن احنا بنينا على دراسات ودلائل احصائيه طبعا هي. وتوصلنا للشيء هذا بالفعل هو شيء غريب لكن هذا اللي توصلنا له من خلال الدراسه. طيب الان فعلا. اللي قاعدين يقولون انها مدينه الرياض انت الان يعني تنهي الجدل وتقول انها ما لها دخل في مدينه الرياض بتاتا انه وسائل الاعلام وسائل التواصل هي اللي تقول هالكلام. انا تكلمت عن جزء معين اللي هو العينه اللي كانت من جامعة الملك سعود طلاب بكالوريوس طبعا من جامعة الملك سعود عبارة مكونة عن 160 طالب وطالبة. أنا تكلمت عن الموضوع هذا لكن حولت إلى مدينة الرياض بشكل عام ما الهدف إعلامي وغيره. أه. طيب أنا بسألك بما أنك أنت دخلت في هالجانب في دراسات تأكد أن المدن اللي مكتظة بالناس دائما تكون كئيبة ومش الرياض بس لحالها. هل صحيح من دراستك أنه هذا الكلام موجود؟ والله من خلال الدراسة وأنا أقول كانت تطرقت إلى مدينة الرياض فقط كانت ايه؟ محصورة على مدينة الرياض ايه؟ وأنا لا أستطيع الحكم على بعض المدن الأخرى إلا بعد الدراسة. اها طيب احتمال يكون إن شاء الله مستقبلا على مدن أخرى. طيب نبي بس تكون الدكتوراه في أنه الأماكن الجميلة في الرياض حاول بما أنك أنت الحين الناس بدأوا يتكلمون كثير في مواقع التواصل عن هالجانب. من الرياض صاحب الدراسة الباحث بجامعة الملك سعود ناصر المطلب شكرا جزيلا لك يعطيك العافية. أهلا وسهلا حياك الله.